18 اللي كان معاه الامر يسمي الاباحه،
كان قريب من حوالي 150 سنة بس، عملوا مجمع وقالوا لا احنا نعمل أفراح في الخمسة. وده دليل على ايه؟ ان الكنيسة عاشت لا يعلو لا يعلو فرح عن فرح الخمسة. ليه؟ انا عايز اقول لكم ساعات ربنا يرن علينا زي ما رن علينا الاسبوع ده، وانا مبسوط جدا ساعات يريح كم يوم يسمح لي بشويه بركه، بالعكس بركه مش انتقاء، عشان الواحد يبتدي يرفع قلبه يعيش فعلا لحظه لحظه مع ربنا. ان هذا الحد الاول من الخمسين بنسميه حد التوبه. انا الحقيقه مش عارف اتكلم عن التوبة لان اتكلمت عنه كتير، وانتوا وضحتوني وانتوا جابونا بيقول ان كفر مالينا الضوافر بتطفى، انا ما قلتش كده، انتوا بتبقوا قاعدين مش دانيين. انا قلت الكف بتاع التوبة، انا عندي كتاب من زميلي الكاهن في الهند، وطبعا زي ما ماري مرقص بتاعنا هنا في اسكندريه وهو اللي واحد عليه المشاره في اسكندريه، القديس توما واحد عليه المشاره في الهند. في مقولات كثيره بقولها لكم خلال السنه عن توما. الايد اللي حطها على الكف على الجراحات واتحرقت بين محروقه وحيه وضوافرها كل سنه بتطول، ده توما مش مدينة. بقول لكم عشان خاطر ما تتسخبطوش، الايد قاعدة حية، لأنها لما لمس الجراحات صرخ، هو ما صرخش من قليل، حرقت نار اللاهوت حرقته. فقال رب وإلهي، قال له لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمن، وقال لنا احنا انتوا انا كل الاجيال اللي جايه طوبى للذين آمنوا. واحنا خدنا الطوبة والمديح والبركة على حساب هذا الرجل العظيم طوبى. ليه مواقف كتيرة طوبى مع المسيح، لكن أنا نفسي أكلمكم ولو قليلا عن أمكان القيامة. أنا الحقيقة حزين جدا على كل واحد غير مسيحي، لأن حياته كلها نكد واضطراب ومش عارف مستقبله، عايش بطيخ، يا ترى عذاب القبر هيضره أو الثعبان الأقرع هيمص دمه، حاجات كتيرة جدا ملهاش معنى، أساطير غير ضامن إن هو ليه مستقبل. مفيش مفيش. أنا مش تعصب مني، أنا أي سنة أنا بحبهم وبودهم وبساعدهم وأكلمهم. يا ريت كل واحد مننا يفرح ويبقى مبسوط وسعيد إنه مسيحي، كفاية عارف هو رايح فين، بس كفاية لما يجي ساعة الانطلاق يبقى فرحان بالرب. هي دي القيامة الحقيقية، القيامة التي فيها انتصر لنا المسيح عن الموت بقوله أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا موت. يعني إيه الكلام ده؟ الله يعني إيه؟ هو الحاجات دي قليلة؟ ده حتى الكتاب آخر عدو يبطل هو الموت. الله، الموت مخيف. يعني أنا لما أقعد أقرأ في العهد القديم عن الموت شعري بيقف، يعني يعقوب لما جه يموت كان خايف يموت لان المخلص ما جاش، كان خايف ليه؟ لانه هيركن في الجحيم. قبل الصليب كان كل الناس اللي بتموت تروح الجحيم، بس في فرق ما بين اللي حاسس بذنبه وقاعد يتموت يقف في نفسه في واحد بريء. زي مثلا انا شبهتها بايه؟ ساعات الشرطه بتلم شويه شبان من الشوارع
والعلهاوي ياخذوا امتحانيات اللي عليهم احكام وخايفين ومجنونين لان العمل هو اللي بيطول، لكن اللي ما عليهمش هاي فتره يقضوها وبعدين هيحصل لهم انطلاق. هو كده الفردوس قبل المسيح، لكن بعد المسيح، بعد المسيح، بعد الصليب، بعد الساعة التاسعة يوم الجمعة عندما نزل إلى الظلمة سبب وأعطى عطايا وخد كل المحلولين من آدم إلى يوحنا المعمدان إلى الصليب وداه الفردوس وأصبح الفردوس مكان انتصار للأبرار. وكل واحد بعد القيامة عارف هو راح فين. كفاية دي على المسيحيين. داود النبي كان بيقول ربنا اليوم الموت كموت الأبرار وآخرتك وآخرتك، وقالوا عنه إنه آخر عدو ينطق. لكن في العهد الجديد الناس اللي استعدوا، يعني أنا بضع على الناس شافوا القديسين، شافوا السيد المسيح وهو بيستلم الوديعة الجميلة. أنا يعني حقيقي إحنا مدينين للمسيح في حياتنا، لأن إحنا من غير المسيح ملناش حياة. بدليل إن بولس الرسول أعلنها علانية للحياة هي المسيح والموت في البحر. تعالوا شوفوا قديس زي الأم بولا مثلا لما بيخبطوا عليه في الإعلام بتاعته في المغارة يقولوا يا أم بولا، قال له الأم بولا مش شنة. أمال مين اللي بيتكلم؟ قال لهم أنا أحيا أنا بل يحيا المسيح فيه. هنا المسيح، أي إنسان عايز المسيح عارف هو رايح فين، عارف الموت بالنسبة ليه هو جسم ذهبي يعبر عليه المخلصين المؤمنين المفديين المسيحيين أتباع الملك العظيم اللي سمى سمي وأعطى عطايا وحللنا من جزاة خطايانا وأقامنا معه وأجلسنا معه في الفردوس. جلسنا معه. أنتوا دلوقتي قاعدين جنب المسيح. اللي قاعد جنب المسيح يحس بالمسيح. اللي قاعد جنب المسيح يعمل أعمال المسيح. اللي قاعد جنب المسيح ينور. الكتاب النهارده كنت سامع حد من ولادي بيقول ليروا نورهم قدام الله، ده كلمة دي غلط. ليروا نورهم قدام الناس. ربنا ما عارف احنا منورين ولا مش منورين، لكن النور بتاع المسيح اللي جواك لما شوف المسيح فيك، في كلامك، في امانتك، في حلالك، في حبك، في خدمتك، في انسانيتك، في شهامتك، يمجد المسيح. المجد يرجع لربنا. احنا مش عاوزين مجد، إن المجد يرجع له لأن هو اللي مجدنا وهو اللي دعانا وهو اللي خلانا نبقى أبناء لله. صحيح الملائكة أبناء لله وإحنا أبناء لله، لكن بنوت غير بنوت المسيح. بنوت المسيح من طبيعة الآب، لكن بنوتنا بنوة تشريفية من أجل التكريم. أنا مش عارف الإنسان غير المسيحي إزاي يحس بكرامته، ما عندوش كرامة. كرامة ايه من جوه؟ ما زال عبد والعبد لا يرث، لكن يرث الابن. عشان كده احنا من الحدودية بقينا اولاد الله. وبالقيامة بقينا منتصرين بالمسيح زي ما بنقول له بك نقدر على كل شيء. أنا مش عارف تروح فين من الآية اللي موجودة عدد 36 يوحنا أصح 3 عدد 36 اقروها.
انا مش عارف العالم يروح منين من الايه دي. من يؤمن بالابن له حياه، ومن لم يؤمن بالابن لن يرى حياه، بل يمكث عليه غضب الله. عشان كده القيامه جعلت الموت بالنسبه للمسيحيين شهوه، تداول شهوه. انا بقولها لكم من قلبي. يعني يمكن الناس اهل العالم يشتهوا اي حاجه، مال، عيال، زوجة جميلة، فيلا على البحر، إلى آخره، أشياء عديمة القيمة. لكن المسيح الحقيقي يقول مع بولس الرسول اشتهاء أن تنطلق. ليه يا حبيبي اشتهاء؟ لأنها ما لم تره عين، وما لم تسمع بأذن، وما لم يخطر على قلب بشر. أنا عايز أقول لكم الحتة دي. أنا بالنسبة للكلام اللي بقوله ده، ده كلام قليل، لكن الكلام الكتير ان مفيش عين شافت اله يتصدق، مفيش عين شافت اله يبقى انسان، مفيش ودن سمعت ان اله غير محدود قدوس قادر على كل شيء، له المجد والعظمه والسلطان يحدو ذاته ويصير في صوت البشر. هو ده المطلوب، ان ما شفتوش عين ولا سمعت به ودن ولا خطر على قلب بشر ان في رب يعمل كده. هو ده، هو ده إيماني، هو ده إيماني. كم من حالي لما تروح عنده ويجلسك في المجد معاه، تعالوا إلي يا مريم، رس الملك بعد لكم قبل إن شاء أعلم. إحنا بقينا أمة مقدسة، مملكة وكهنوتة وأمة مقدسة. في مين؟ في المسيح. في المسيح بقينا خليقة جديدة. فمجد القيامة بتاعكم، القيامة اللي أعطتكم رجاء. يعني أنا عايز أقول لكم بعد القيامة مفيش مستحيل. حتى الموت بالنسبة للمغابين من الموت ضعيف. أين شوكتك يا موت؟ وأين رغبتك يا هوى؟ القيامة. خلف الصليب في قيامة. عندكم المسيح هنا مصلوب هنا قائم. وصدق النبي اللي قال لا تشمتي بي عدوتي، انت فقدت اقول. القيامه اعطت للانسان المسيحي رجاء، مفيش مستحيل قدامك، حاول. القيامه اعطت للمسيحي انه لا يخاف الموت. وانا بكتب كتير على الفيسبوك لما الاقي حد من اخواتي الكهنه في ايران ولا هنا قتلوهم عشان المسيح. حاجه ما تزعلناش. احنا بنتألم لألم ونتعب لتعب، لكن احنا فرحانين لأنه ذهب إلى ما قد أعد له في السماء. ذهب إلى المجد الأسنى الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضطحل، محفوظ في السماوات ليكم أصحاب القيامة، مؤمنين بالقيامة. بنروح القديسين لما بنقرأ عنهم، صدقوني أنا ساعات بأخجل جدا من نفسي لما اقرا عن مدينه مثلا وهي رايحه فرحانه كده، رايحه العرس. اي بنت من البنات رايحه العرس بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى اجمل ما يكون، في منتهى السعاده، في منتهى الفرح، في منتهى الغبطه، لانها رايحه للعريس. طب كم من حال العريس الحقيقي اللي يضمن لك الملكوت ويجالسك في المجد ويعطيك المجد والكرامه والأبدية السعيدة في فرح دائم ما يكون قدر. كم الحال؟ هؤلاء هم الشهداء الذين فرحوا بالموت. لم أرى شهيدا باكيا أو نادما أو حزينا. ليه يا حبيبي؟ يقول لك أنا ماضي إلى ما قد أعد لي في السماء. السماء هي أفضل. السماء هي مكان جلوس الله مع الملائكة ومع القديسين. السماء هي التي أعدت لنا وقال لنا أنا ذاهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم مكان آت وأخذكم وتكونوا معي وأكون معكم. يا سلام يا رب. القيامة عايز الناس اللي حواليكم يحسوا إحنا الموت ما يخوفناش. لا، الموت هو جسر ذهبي إحنا بنعدي عليه من عالم التعب لعالم الراحة،
من عالم الاسم وعالم التعب والاضطهاد والضيق والحزن والجوع والعطش والمرض الى عالم الفرح والسعاده مع الملائكه، حيث لا يلجون ولا يتزوجون ولكن يعيشون كملائكه الله الذين من اجل التسبيح خلقوا وعلى التسبيح تتصل جسدهم وبالتسبيح يعيشوا تسبيح ربنا. عشان كده احبائي مجد القيامه جميل جدا، عشان كده عيد القيامه بيخوف الناس المجانين، الناس اللي ما عندهمش بعد نظر، ما عندهمش ايمان. انا ساعات بقول لربنا امخاخ محترم دكاتره في منتهى العلم، علم ايه اللي عندهم؟ وينكروا مجد القيامه، ينكروا. طب ما الشعب القديم قبل المسيحيه، الشعب الفرعوني لو تقريته عن الفراعنه ليه حطوا، خلي بالك يعني كنا زمان بيعرفوا لك اللي درسوا التاريخ، يجي يحطوا الميت يحطوا قدامه الاكل والشرب يحطوا له حاجات كده عشان لما يقوم ياكل ويشبع. طب هم كانوا عارفين بس القيامه ازاي ما يعرفوش؟ كان عندهم الروح القدس ايضا بيوريهم انه في حياه بعد الموت، في بعث، لكن ازاي؟ اللي حتى هذا اللغز هو السيد المسيح ابو بكر عندما اتى وصار انسانا ونصب خيمته من خيامنا واخذ كل شيء ما عدا الخطيه وعاش منا واخذ اللي لينا ودانا ليه ومات واعطانا الحياه وقام لنا واقامنا معه وانتزل في السماويات. هو ذا المسيح، هو ذا الاله القدوس، هو ذا الاله القادر على كل شيء، هو ده الاله الممجد. علشان بولس الرسول يقول لكم ويقول لي نتألم معه لنتمجد معه، لان انامات الزمان الحاضر لا تقارب المجد العتيد ان يستعمل فيه. صدقوني احبائي عايزين نعيش القيامه في مجدها، عايزين نعيش القيامه في فرحها، مفيش حد ينكد عليها ابدا. طالما فرح المسيح يملا حياتنا يكفي ان هنفرح زي ما النهارده التلاميذ فرحوا السنه الرابعه. شوفوا عايز اقول لكم، خلي بالكم الانسان مهما يكون ضعيف، التلاميذ بعد ما المسيح له المجد اتصلب وهم كل واحد راح لحاله، انا متهيألي سامحوني في التعبير قفلوا على نفسهم العليه وكانوا من الخوف يترعشوا. احنا غلابه بشر. اولا الموضوع يعني عايز اقول الضغط كبير على الموت، الرومان من ناحيه، القوات الرومانيه المجرمه، اليهود وقله حياهم، والشيطان واللي راسه، والتلاميذ تقوقعوا على نفسهم وحبسوا نفسهم في الحريه وظنوا ان كل شيء قد انتهى. ورقص الشيطان كل ما في حرفه، لكن سبحان ما تبدد الحال وتغيرت ستور حتى في الكنيسه، الاسود والاحمر وبقى جميل، وجاء المسيح وقام وقال لمريم الكنيسة العظيمه اللي انا بحبها جدا انا عاملها مذبح جوه وعمليه المتوبه، كانت موجوده قبل كده. مريم المجدلية ومريم المتوب جنب الأمين في الكنيسة الصغيرة، لأنها أول كارزة في القيامة. مش راجل عشان الرجالة ما يطلعوش ما يطلعش يعني يفكر إن هو يعني الست دي مالهاش قيمة، دي مالهاش قيمة في حتة تانية. لكن عندنا ليس الرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل، هي التي اختارها المسيح ان تكون اول كارثه في القيامه، مريم العظيمه المجدليه. راح تقول لهم انا اروح اقول للتلاميذ ولبطرس هناك في الجليل ترونني، وهم قاعدين يندهشوا وسنانهم بتصاق خايفين. طبعا انا بقول لكم انا احنا لما ننكر ان احنا بشر الغلابه احنا من غير المسيح ما لناش وجود، لكن لما دخل المسيح والابواب مغلقه
عايز اقول لكم من كل قلبي خدوا معايا ده فرح التلاميذ بكرام الرب، هو ده الفرح الحقيقي. راح لهم عشان يكرسهم ويقدسهم ويملاهم نعمه، نفخ في جوههم وقال لهم اقبل روح القدس، بل غفرتم لهم خطيئهم ولم امسكتوا عليهم سبيلا. تعالوا نشوف واحد منهم، تعال يا بطرس يا حبيبي. طبعا انت ابويا وانت جراسي، طبعا انت عظيم اقول لك عظمه. تعال يا حبيبي، بالامس قدام واحده عيله فحدته ونكرته لكن ما تقلش بالك، اول واحد زاره ورممه وبناه بطرس. تعالي في بطرس بعد الخيابه عمل ايه؟ وعد واحد 3000 نفس دخل الايمان، وكانت الكنيسه تضم الذين يخلصون. هي دي قوه القيامه، هي دي قوه العمل، عندما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبل الروح القدس، بل غفرت خطاياهم غفرت لهم وقال امسكتوا عليهم سكات. عضتهم وقواهم وقدسهم واعطاهم المعين الباراكليت، المعين اللي كان ياخذ من المسيح ويعطينا وما زال يعمل في الكنيسه حتى اخر يوم فيها. ربنا يديكم نعمه وبركه. لي ان اتكلم كثيرا رغم ان انا يعني خدت وعكه محترمه من يوم العيد لحد الاخر. انا جيت عشان اشتغل عليكم. قلت لا لازم انا اروح اشوف ولاد المدرسه فاهمهم ويسالوا عليا. ربنا يديكم نعمه وبركه وفرحه قيامه. عايزكم توروا الناس القيامة، مفيش حزن، مفيش ضيق، مفيش احتياج، مفيش فقد رجاء، مفيش خوف. احنا الطريق قدامنا مفتوح، اللي شرح خضر هتوصل للمسيح وتفرح بالرب، وهو بيقول افرحوا بالرب كل حين وقل لكم افرحوا. ربنا يمتعكم بالفرح والنعمة ونقاوة القلب والاهتمام بحياتنا وباللي جنبنا، ونكون كارثين للمسيح ليروا اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. النور اللي فيكم الناس يشوفوا عشان تمجد المسيح اللي فيكم، لو المجد دائم من الان والابد. لمنافقه